أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل يوم القيامة، أم لا بد لصاحبه من التوبة منه في الدنيا؟ نعم، على قوله، قول أنه يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر بإذن الله أو يعذب صاحبه مثل الكبائر الأخرى. والقول الثاني أنه لا تدخله المغفرة، بل لا بد من إنفاذ العذاب فيه، ولكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر، وهذا هو الأقرب للصواب، والله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.